رغم أن ويكيبيديا هي الموسوعة الرقمية الكبرى في العالم باحتوائها على أكثر من 50 مليون مقال بأكثر من 300 لغة، إلا أن المحتوى العربي فيها قليل للغاية، فنجد أن عدد المقالات باللغة العربية لا تتجاوز 1 مليون مقال، وعدد المحررين النشيطين في ويكيبيديا العربية يتجاوز 100 بقليل، بينما يتحدث العربية لغة أولى نحو 422 مليون. لذا تم إطلاق ماراثون الحضارة والعلوم، وهي مسابقة للمبتعثين السعوديين في أستراليا ومرافقيهم لتطوير وترجمة مقالات موسوعة ويكيبيديا، وذلك ضمن مبادرة ويكي دون سعودي ويكيبيديانز بالشراكة بين دارة الملك عبد العزيز والملحقية الثقافية السعودية في أستراليا. تهدف المسابقة إلى نشر ثقافة التطوع لإثراء المحتوى الرقمي، تزويد المستهدفين بمجموعة من المهارات والأدوات المتخصصة في إثراء المحتوى الرقمي، تحسين المحتوى العربي والإسلامي والعالمي في موسوعة ويكيبيديا، تكوين مجتمع تفاعلي لضمان استدامة المبادرة. ونظراً لأهمية الحضارة الإسلامية ودورها الإنساني، فإن موضوع المسابقة سيتناول المجالات التالية: تاريخ العلوم عند المسلمين، الثقافة والتراث والفنون، العمارة الإسلامية، الكشوف الجغرافية، العلوم المعاصرة، وتشمل العلوم الأساسية الطب، الترجمة، الفلسفة، الرياضيات، الفلك، الكيمياء، الهندسة، التقنية. الانطلاقة الأولى للماراثون ستكون في الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا كمبادرة أولى بين الشركاء المنفذين للماراثون، يتطلعون من خلالها إلى بناء نموذج يستفاد منه بتنفيذ شراكات ومبادرات نوعية مع الملحقيات الثقافية السعودية في دول العالم إلى جانب الجامعات السعودية.